انا استاذه بابا احمد في نجيه، كل شيء كيعرفني في صفر. يعني راني قريت هنايا كدا 30 عام. الرزيق ديالي ديال خدمتي، الرزيق ديال خدمتي اللي خدمت كامله هو هذا الدار فقط، هي اللي كنكسب. تقاتلت بحال الناس وبنيت. قبل ما ندوي انا في الموضوع، باغا نبدا بواحد الايه قرانيه: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. ونقول حسبي الله في اللي ضيعني وخذ لي رزقي وشتتني ومنع لي الفرحه ديالي وقهرني وشتت لي وليداتي وشتت لي حوايجي وشردني. هذه 10 سنين، هذه 10 سنين وانا مشارده. خويا صدقت الحوايج اللي في الدار كاملين بسبب مشكل. حسبي الله فيه، الله حاسبي والله وكيلي والله يقيني، الله ياخذ فيه الحق. هادشي اللي نقول الان. نعم نعم احنا تعاونيه السنه تعاونيه 26 بينا واحد. المهم درنا رئيس الاول واحد السيد، ما عنديش نذكر السميه ديالو. هذاك السيد فاش جزءوا الجزيئه ما كانش غادي يبني هذه القطعه، ما كانش مرخصه للبناء، ما كانش مسلمه للبناء، ما كانش صالحه، لان شوت دو تيران، جرف وشوت دو تيران، كانوا غيخليو فيه مدوز ولا جرده ولا باب العساس ولا شي حاجه هكذا. من بعد ما حسيناش حنا حتى بزولوا ذاك الرئيس، وطلعت طلعوا وحدين اخرين، داروا واحد اللوبيه باش طلعوا، لوبيه مجهده، خمسه بهم، فيهم الرئيس، فيهم الكاتب، فيهم النائب، فيهم الكاتب ديال النائب، المهم خمسه بهم ديال الناس. حنا على اساس غادي نادوا مجموعه ديال المتعاونين، قالوا له غنديروا لجنه ديال التتبع، ما بغاش هو، رفض هما ومكتب رفض كله، رفض بان لجنه التتبع ما تكونش. تما كان الخطا الاول فين بدا. المهم ما درناش لجنه التتبع، كان عليه يجيب شركه مصنفه اللي تبني، شركه مختصه في البناء، ما جابهاش. شرى الخشب، شرى البوتونيير، لقط لي زوفغيي من على برا وترمى للشونتيي. تعلم فينا وبنى. حنا ما راقبناهش، درنا فيه ثقه. لا، على اساس دخلنا باش يجيب شركه، ما جابش الشركه، ترى ما هو قنع الناس بانه هو اللي غادي يبني وهادي، وبنا هو، ترى ما هو. حنا ثقنا، واخا هكاك عطيناه الثقه وعطيناه ذاك المهمه. وقضيه اخرى فاش خلينا حنا النقطه اللي باش حتى هذا الشيء واقع هنا في التعاونيه، ان اعضاء المكتب شرطوا علينا هما يختاروا القطع اللي ياخذوا مقابل ان غيبنيو لنا. صحابهم ايدو، حنا حشمنا نقولوا لا، خلينا ماشي مع صحابو ايدو. سما فاش كان هما اختاروا غير سيغ تيغان البلايص فين غادي يديروهم وتلاوهم في البني، ما بناهمش في الوقت اللي بنينا حنا. واحد ثلاثه سيرتو ثلاثه من ديال اعضاء المكتب جاهم تقاد ملاصقين واحد مع واحد، خلاو القطع ديالهم الارضيه هي الاخريه حتى بناو، لدرجه ان ملي بناو كان الدور ديالهم مزرقين، يعني لوطو ديال السيما في الطوبيه كان كثير وديالنا كان قري. انا لاحظت هذه الملاحظه وقلت للمتعاونين وما كاينش اللي انتبه لها. مشات هذه المساله، هذه بنا كندفعوا الدفعات، بدينا ب 20، رجعت 30، رجعت 40، رجعت 60000 ريال، 10 سنين وفلوسنا ماشي ديالنا وحنا ماشيين في هذا المشروع. ما قلنا له لا يقتصد ولا يرد لنا ولا على اساس نبنيو دويرات ديال العمر، لان كل شيء اساتذه هنا ومعلمين. راك عارف استاذ باش يبني ودويره راه كتكلفوا، راه كينقص شحال من حاجه منه باش يعني. المهم بنا لنا، درنا قرعه، النهار ديال القرعه انا اللوغو ديالي دار القرعه، دار في هنا في دار الشبيبه، عيط الناس العماله والبلديه والناس كل شيء، كينوض كيهز واحد اللوغو كيقول لها دارك مشات. ملي انا حشمت جاني الناس بزاف وما عرفت ارتبكت، عطيتو اللوغو ديالي. واش فعلا كان فيها رقم واحد ولا نسبها لي؟ لان شافني انا مرا بنيت بوحدي، يدي بوحدي، انا اللي وقفت على داري، نسبها لي على اساس ما كاين زعما مرا ما غاديش تفهم، ولكن ربي كبير. المهم سواء باللوغو ولا بلا لوغو، هذا الدار ما كانش خاصها تكون لا ليلي ولا لغيري، كلنا عطينا فلوسنا وكلنا ساهمنا، كان علينا الديور يكونوا سواسيه، كلهم مزيانين ويكونوا صحاح. واذا بهم اللي خدنا، دخلنا نيشان فينيسو، انا مولا مزيق وبركوا علينا اننا يجيبوا شركات اللي يخدموا هنايا بالسيف علينا. وهاد الشركات اللي كاينين اللي انسحبوا ملي اتصلنا بهم، كيقول لك راه شرط علينا نخدموا لهم خمسه فابور ديالهم ديال اعضاء المكتب. ديورهم يديروا لهم لا موزيك، يديروا لهم زعما يركبوا لهم الجليج، يديروا الخشب، هذه على حساب الشركات. لدرجه ان مول الشركه ديال القبص ومول الشركه ديال الخشب، هذا ديال الخشب يعني كاين هنا في صفرو،
ولكن ديال القبس كاين في فاس. كنت شفت دار حدا الولايه تبنات عجبتني، خديت نمرتو وقت اللي وصلنا لفينيسو مشيت لها عنده. ملي مشيت لها عنده قلت له هاد الطاس خدم لي القبس، راه كنت شفت واحد الدار ديالك عجبتني. قال لي فين؟ قلت له ها فين، شكون الرئيس ديالها، واش هو سميتو فلان ياك؟ قلت له ايه. قال لي لا ما نخدمش لان الرجل عندي، وقال لي نخدم له 5 ديور فابور مقابل انني نخدم تما في الشونتي. نفس الهضره كتقال مع الخشب هنا من صفرو. قال لي راه قالوا لي نخدم فابور ولكن ضد فيهم غادي نخدم لك. وهذا مول القبس رغبته وطلع خدم لي ضد فيهم، خدموا لي بجوج بهم هما ضد فيهم على اساس زعما حنا ما نقطوش الشونتي ونخدموا فابور، بغاو يتخلصوا في كل شيء. ما عليناش بنينا الديور، درنا فينيسيون، درت فينيسيون اغلى دار طاحت في التعاونيه. علاش؟ حيت دار العمر دويره وحده ما غاديش ندير دار وحده اخرى، ولو كان هي عرفت هذا الشيء اللي فيها ما نخسرش عليها حتى ريال. المهم درت فينيسيون. انا كاين هادو دابا اعضاء المكتب طاحت لهم كي طاحت له ب 26 مليون. حنا سلموه منا ب 23 مليون واقفين. حنا دخلنا درنا المرطوب ودرنا الجليج ودرنا كل شيء راسنا. انا راه تعديت 70 مليون. اييه انا تعديت 70 مليون والاكثريه طاحت لهم هنا كذا 40 داروا الجليج للمغرب داروا. انا درت كل شيء تبانيه، درت رخام، درت خشب مزيان، لا موزايك، درت غالي. ومولا موزايك هو خدام قال لي لا لا راه الديور الدار عندك راشيه. واحنا غادي نديروا البيت. قال لي الدار عندك راشيه. ما عليناش سكنت. بديت كنحس كي كنوض نغسل كنضرب الكراطه في الارض كنسمع الارض خاويه. راكم شفتوها خاويه كيفاش ضربتوها ديال. كنقول هذا الشيء ماشي هو هذاك، شنو هذا الشيء؟ كنشم ريحه ديال واد الحار ساعه ساعه في الدار. بقينا هكا حتى بدا كيبنى واحد مع جنبي ودائما عندي لو سوبسون ان راه كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. خرجت بديت كنضرب مع الجنب ديال الدار خارجين واحد حنا نشوفوهم على برا خارجين. بديت كنضرب لقيت داك الشيء خاوي. خديت خدام عند واحد كيبني تما قلت له زول لي عافاك تهرب لهنا، زولو غير بالبالا هو كيزولو حنا كندخلو تحت الدار هو كيزولو. عرفتي داك الشيء كارثي زعما تصدمت. جبرنا لا ما كاينش. انا نوصل لك. انا نوصل لك ما كاينش الطبله. المهم دخلنا جبرنا كي القادوس داير 40 وكاين واحد الطوبيه تحت الدار. كنقول لهم شنو هي هذه؟ قالوا لي راك حله ما نعرفش داك الشيء. حنا قصناها وهي هبطات راشيه. شنو هو؟ داير لي حفره تحت الدار ديال واد الحار ليلي ان. ومن بعد ملي بدينا كنقلبوا جبرت واد الحار ديالي ما مطابقش مع البلان اللي عنده ديال التعاونيه. جيراني كلهم كيكبوا للجهاد البلديه الا انا. جابني بحال ديك القضيه ديال فين ولي كيجحا هي، جابني بعيده ودوزني من الصالون هذا فين حنا واقفين دابا وربطني في الروكار اللي قدام باب الدار اللي معاه الناس ديال التعاونيه. وجينا كاملين شي 9 بينا ولا 8 بينا كاملين تحت الدار ومشى القادوس تحت الكوزينه حتى خرج للجرده وعاد خرج للبلديه. هذا بالنسبه لواد الحار ديالي. حكموا عليه في المحكمه ان واد الحار يترد على حساب البلان. الان مازال ما عنديش، انا ما عنديش نهائي نقطره ديال ما فين تمشي دابا. ما واخا انا نجيك لبيت القاسم. دابا هاد واد الحار اللي دوز تحت الدار ان با دغوا باش يدوزوا تحت الدار. ما كاينش شي واد الحار كيدوز تحت الدار في ديبليكسات. اول ديبليكسات تبناو بصفرو ويعني المشروع الاولي ديال ديبليكسات بدا هو هذا ودوز واد الحار. ودابا واد الحار اللي دايز تحت مني ماشي في غير واد الحار ديال الناس، في واد الحار فيه ما تشتى وفيه ما تسقي ثلاثه بهم. وحنا المنطقه اللي ساكنين فيها انت شتي كنهبطوا لها بالدروج فهمتي يعني. ودابا انا شديت الروكار واد الحار بدل ديال ديك الناس راه بدلوا في الظهر ديالهم. شديت الروكار بقات ما تشتى وما تسقي ما عنده فين يمشي. دابا شنو هو؟ دابا الدعوه خرجت لنا المحكمه خبيره جات شافت هذا الشيء قالت له ينفذ يزول واد الحار. قال لها ما عنديش فيه. قالت له ماشي انت، غادي نجيبوا خبير ديال واد الحار وغادي نشوفوا ال بي دو زو اللي تشوف لنا الدار واش تحمل تصلح داك الجنب حيت في الحكم عندنا نصلحوا داك الجنب. المهم نجيبوا ال بي دو زو اللي نشوفوا واش تحمل داك الاصلاح ولا ما تحملوش فهمتي. ونجيبوا بيريديتيد ال بي دو زو بيريديتيد والخبير ديال واد الحار. مشات المحكمه على هذا المنوال مصاريف على حسابي خسرت عليهم 5 مليون ديال المصروف. دابا الان ما بغاش يعطيها لي. قال لي الا كتسالي لي سير دعيني. وهي غير كتثبت الضرر وهي غير كتثبت الضرر كتولي ملزومه عليه. انا قال لي رئيس المحكمه قال لي واش تنفذ انت؟ لانه هو ما بغاش ينفذ، ولكن الا ما ثبتيش الضرر يضيعوا لك فلوسك، والا ثبتي يرجعوا. قلت له نفذ لان كنت متاكده بان عندي ضرر. المهم علينا خرج الخبير واد الحار دار فيني بدل واد الحار صاب. وفين هاد البلاصه اللي غيبدل واد الحار؟ هي البلاصه الاصليه اللي فين كان خاص يكون من نهار الاول في البلون ميغ. هو خالف. شنو اللي دار ملي جا؟ المهم شنو اللي دار؟ خدم دوبل فوا ديال ديك الناس، دار الجرادي ديالهم ووقفها حيت الروكار الجرادي ديالهم وخلاها وقلبه الواد الحار ديالهم لافوا اللي لجهتي
اللي دار فيها الماء تشتى وما تسقي، وصدقوا دايزين بثلاثه بهم. قال زعما ما عندوش علاش يخسر ليه، كان داك البراصه غوشوز ما خصوش يخسر عليها، هادشي كله اقتصاد. وقلبهم ودازوا. انا نكمل لك بالنسبه لواد الحار، نفذوا هذه عام ملي نفذوا نفذوا مغشوش، وداك الناس مضرورين، ويعني عندي الصور وعندي يعني اثباتات ان كانت ساقيه تما زولها، ان با دغوا باش يزول هذيك ديال الملك العام، فهمتي، زول الساقيه. وشنو اللي دار؟ داروا على وجه، انا عندي التصاور غادي نعطيهم لكم تشوفوا كيفاش داروا. انا كنت كنراقب يوميا للتنفيذ ديال واد الحار، والمحكمه التصاور اللي درت كنت كنصيفطهم للمحكمه. ما عليناش، هذا واد الحار حنا كملناه، بقات لنا البي دوزو. البي دوزو جاو داروا خبره ديالهم 3 مليون هنايا، حفروا هذه البلاصه اللي شتيو تما، راك شتيها ما كاينش فيها الطبله، فيها الحديد السته، الشبكه واسعه ما كايناش تقريبا كاع، شتيها كيفاش البيطون ديالها راشي، لي زونغرين اللي دايزين مع جنبها وقدامها حتى هما كيتهرسوا دغيا. داروا لي كاغوت، زولوهم من البلاصه اللي فيهم لي بيطون، داهم داروا الكراساج، الكراساج ديالهم. وحده خرج فيها 3.3 ميجا باسكال، وحده 8.5 وحده 9.5 ميجا باسكال، دي وحده قياسيه باش كنقيسوا البيطون، في حين المعمول به وطنيا مع التقادم على الاقل خص يكون 25، الا ان احنا عندنا 3.8 وهما البي دوزو في المحضر قالوا بان، قالوا لي بان راه ماشي غير نتين، راه التعاونيه كامله، لان عجنه وحده. هي بالنسبه للبيطو، بالنسبه لي بوطو لقاوهم ناقصين، داك البلاصه اللي كتشوف ليه هنا شادها ليه، كان خاص يكون تما بوطو، ما كاينش. لي زونغرين حتى هما في خياب. ها ثلاثه الدرجات اللي داروا وحده فوق وحده، اللي هازه الدار على شكل بالكون، ثلثين ديال الدار كله بالكون، من هاد الدرجات كيبدا البالكون، هما براسهم راشيين اللي هازين الدار، من ثم صابوا ثلاثه. إذن هذه اللي هازه الدار راشيه، الحركه غادي تكون الدار، وبنى الدار على شكل بالكون نازل على التراب بدون بوطويات من الجهه ديال واد الحار. البيطون ميت، داير سيناج واحد ما بين الدار والدار، داير سميتو دار بلون تيب باش بنا داري، ما مطابقاش معاه، وكاين دار اخرى اللي ما مطابقاش معاه، كاين ديور ماشي غير وحده اللي ما مطابقينش مع البلون تيب. انا ملي مشيت للسيد العامل وعيطوا المهندس اللي كان شرف على فاش نزلوا هنايا الواد الحار، كان من الناس اللي واقفين هنايا كاين في العماله، راه عارف راه معروف شكون هو هذاك السيد، عيط له العامل قال له شنو هذه الفضيحه، جيب لي البلان. ناض جاب له واحد البلون عندهم في العماله، انا غنوريه لكم، شتي استهزاء، ما هو بلون، ما هو ورقه، ما شي حاجه اللي لا شيء، شي حاجه اللي لا شيء. ملي جاء البي دوزو قالوا له جيب لنا البلون ديالها، ما عندوش، ما مطابقاش مع البلون تيب، وما عندهاش البلون، يعني اش كتكون؟ كتبقى بناء عشوائي، بناء عشوائي، والنتيجه هي دي كاينه، فعلا بناء عشوائي، هي كلها راشيه. هذا حنا في الخبره ديال البي دوزو، كان قالوا لي فاش داروا الخبره غادي يديروا الهدم للدار. قلت لهم واخا، لدرجه ان حفظوا لي بوطو، صابوا لي سميتو الحديد ديال لي بوطو ما وصلش للارض، ما كاينش لي سوميل، اوكين ما عندي في الدار، اوكين سوميل ما عندي في الدار نهائيا، الدار واقفه على القدره ديال الله وراشيه، وما فيها حتى حاجه، ما مطابقاش بالبلان، ما عندهاش بلان الحديد ديالها، ما عندهاش حتى شي حاجه، ما عندها. جاو هما قالوا لي غنديروا الهدم، ما عندناش نقلبوا الفوقي، لدرجه انهم ما كملوش الخبره ديالهم، واخا عطيتهم 3 مليون على اساس قالوا لي مادام لتحت ما كاينش لونكراج، اذا ما عندناش نوصلوا للفوق، راه غادي تهبط. ملي جينا المحضر بقى عندهم عام، والسيد رئيس المحكمه كيصيفطني عندهم باش جبت المحضر عام عاد خرج من يديهم. ملي جا المحضر ما دارش الهدم، مشيت لعندو قلت له ما درتيش الهدم، قلت لي غادي دير الهدم، قال لي ما بغيتش. قلت له علاش؟ قال لي ما بغيتش. قلت له علاش وانا ما كملتيش الخبره ديال الدار وانا خلصتك على الدار كامله وهذه؟ قال لي خليت هذه الكلمه يقولها البريديتيد، حيت عارف بان البريديتيد غادي يجي من موراه. فعلا جبنا المحضر، مشيت شكيت بها انا المدير ديالو في كازا، وكاتب جمله سما في المحضر ديالو بان ان خلى الصلاحيه المهندس ديال الحديد يقول الراي ديالو حتى هو، حيت هما اقترحوا واحد ثلاثه الحلول ديال الاصلاح، وعطى الصلاحيه المهندس الحديد حتى هو يقترح، هي زعما فاش كيرمي ان المهندس يقول الهدم، فهمتي؟ المهم خرج، حيت ما كملتلكش لا بروسيدور اللي كانت من مور اي بي دوزو، عطاو الملف للبيرو ديتود، بيرو ديتود اللي فاس الناس ديال بيرو ديتود، حتى واحد ما بغى يقبل الملف، كل منهم بن عطيه منهم الكريني منهم بلعه ديال المهندسين، كلهم قالوا لي لا، حتى قبطوا واحد في سازة، هذاك اللي قبطوا في سازة ملي قرا داك الشيء وجا للدار شاف الدار قال لي لا لا هذه ما دار ما والو، مشى شنو اللي دار في المحضر ديالو؟ ان الدار دار ايتود كومباراتيف ما بين الهدم والاصلاح، واستنتج بان الهدم
ارخص وامتن من الاصلاح، وجابها للمحكمه ولكن ما تقبلاتش، ما عرفتش انا علاش، وقالوا له ديرنا الاصلاح، ودار الاصلاح شامل ديال الدار بلي فوال دايره بالدار بلي بوطو بالسوميلات جداد بكلشي كلشي، والدار ان داك الثلثين ديال الدار يتهدم، غير يتهدم الثلثين ديال الدار بقى ثلث، ما فيش لونكراج، البوطو ديالو ما لاصقينش في الحديد ديالهم، ما هبطش ما لاصقش مع السوميلات، ما كاينش السوميلات، يعني حتى هو غادي يتبع. وبالتالي شنو هو الدبس، هو تما كان دار شويه ديال الصداع، قال ما الدار خاصها تهبط، راه ما عندهاش ركابي، راه ما يمكنش تبقى، وخرج لعندي قال لا لا خرج دخل دوي معاهم، الدار خاصها تهبط، ولكن هو فينالمون بقى الاصلاح. دابا هاد السيد هذا ما بغى لا يصلح ولا يهدم ولا يدير حتى شي حاجه، حيت المهندس دار شروط ديال الاصلاح، ان اولا بعد الخبيره مازال ما كملناش داك الشيء ديالها، خصنا نعرضوا هذا الشيء على البيرو دو كونترول، بقينا في ذاك المرحله، والخبيره سميتو اي بقينا في المرحله ديال البيرو دو كونترول، والخبير ديال الحديد، مهندس ديال الحديد دار شروط ديال الاصلاح، منها الشركه مصنفه، منها يكون الحديد، منها باش يهدموا هاد المنصه هذه ويعاودوها وهذه وهذه. المهم هو ما بغى يصلح، ما بغى يدير حتى شي حاجه، لجأ الملفات جنحيين خاويين، انا كنشوف بعاد على الموضوع وبلا اساس لهم من الصحه، غير عاد مؤخرا تهمني بملف جنحي انني هددته بنته انا كانت تلميذه ديالي، وكانت من التلميذات العزازين عليا، وكانت كتقرا مع الاسف ما كملاتش قرايتها ظروف. المهم انا ما عنديلاش نهددها، لا هي ما هددتوش، هو اللي بناني عاد نهددها انا، هي ما عنديلاش، خرجت براءه. المهم انا شنو غادي النداء ديالي الاول الناس المتعاونين، هذا الدار كان ممكن تجي فيا ولا فيهم ولا اي واحد، يعني كنا خصنا نوقفوا معاه. انا كنشوف الوزير اللي على هذا السيد اللي بنالي، اللي هو الرئيس ديال التعاون، المسؤول الاول والمباشر، لان ما جبت حتى شي حد اللي يبني، راه هو اللي بنى بيده. انا كنشوف بان الوزير اللي عليه راه كاين حتى على هاد الناس، هما انا شرحت لهم بغاو يعرفوا شنو اللي عندهم في ديورهم، راهم سون سوميل، وراهم ما عندهمش البيتون صحيح، وزيد ما خفيه كان اعظم، ما بغاوش بيناتنا الله. هذه بالنسبه للمتعاون. بالنسبه لي ده اخر عندي السيد رئيس المجلس البلدي، سي المهم ما نذكرش سميتو، عاد جديد كان ناشد من هذا المكان، ما يعطي حتى شي رخصه ولا شي ورقه اللي باش رئيس التعاونين يتيتري ولا يصوب يحفظوا ديورهم لهذه، راه ما يمكنش. دار مبنيه سون بلون، اذا ما كاينش بيرمي دابيتي، ما يمكنش نعطيه رخصه باش يتيتري وهي ما عندهاش بلان. كان النداء موجه حتى للسيد المحافظ، ما يمكنش حنا نتيتريو ونقسموا واحد التعاونيه كبيره اللي فيها دار مهدده بالسقوط، ودار ما عندهاش لا بلون، ما تبقى مع بلون مع والو، ومهندس الحديد اللي بناها هو عندي وثيقه انا نعطيها لكم، هو في الاول ملي ساق المشكل صفت لي بان الدار مهدده بالسقوط، غير هذيك ديال المهندس اللي شرف على البناء باش يكسبها ويصيفطها للبلديه والعماله وليلي، هذيك كافيه باش خص الدار تهدم. انا مشيت مع السيد بالخاطر ماشي معاه، ولكن اللي بان لي انه هو ما ماشيش فينالمون، مشى عرضنا عليه اربعه الشركات ما جاب حتى وحده منهم، جاب لنا وحده مجهوله الا بغيتي تقول نسي. نعم اذا نعم المسؤولين، انا زعما المحكمه راه عارفينو كيتماطل باش يجيب شركه مجهوله، وجاب لنا مستخدم ما قاري، ما عنده هويه، ما عنده حتى حاجه باش يضغم علينا وعلى رئيس المحكمه وعلى السيد رئيس المحكمه وعلى الناس ديال المحكمه بانه راه كينفذ وما كينفذش، هذه راه زعما راه مهزله لينا كاملين. وزيد خروقات اخرين دارهم ما عنديلاش نذكرهم، هذوك عاوتاني راه عندهم ملفات ديالهم. انا كنناشد ان اللي انا حقي يتخاد لي ان التنفيذ يتم، دابا انا في التنفيذ، التنفيذ يكون الحرص في التنفيذ ديالو، يكون الجزر ماشي يسير، هذا عام اللي نفذوا هذا الحار، والدار الملف ديال الدار مازال حتى خطوه وحده باش بالمراوغات ديالو عارفينو كيراوغ. انا كنشوف ان يسيفوا عليه يهدمها يصلحها، انا يرد لي داري تكون سيرتيفي بان صحيحه، الجرف اللي باني لي عليه انا عندي حقي داري يكون الارض ديالها مقاده وبالسميلات وبالمسائل بالمعايير ديالها، وتكون يعني مطابقه للتصاميم، ويصوب لي تصميم خاص بداري، الا بغيت نبيع نبيعها، بغيت نسكن فيها هانيه، انا خص داري تصاوب باي طريقه، انا راه ما غنتنازلش على حقي، وراه هذه 10 سنين من 2012 وانا في هذا المشكل الى يومنا هذا. انا هذا السيد قهرني، راني خليت له الله سبحانه وتعالى، هو ماشي مع التحايل ومعروف كيتحايل وكلشي عرفه، ولكن ما يمكنش نخليوه ماشي هكذا، راه ما يمكنش، انا خصني تنفيذ باقرب وقت قنط، وكان وجدني
يعني المحكمة ديالنا. كنشكر كل عضو كاين فيها حرص على التنفيذ وعطاه أهمية، وكنطلب منهم يسمحوا لنا لأن تعبوا معنا، الملف صعيب وفعلا تعبوا. رئيس التنفيذ الله يسمح لي أنا بعدا منه، ولا رئيس المحكمة الله يجازيه بخير، ولا الناس اللي سما كلهم ما شفت منهم غير الخير. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.